وترجع بعد كده تشتكي تقول وانا ببص في المراية بشوف حد ورايا، وانا واقفة مركزة في المراية بحس ان عيني دي مش عيني، ده حد تاني، وانا واقفة في المراية بشوف حد غيري، يعني شخص غيري، ما بقاش شايف نفسي. في حاجات تانية بيقول لك ان انا ببص في المراية ما بلاقيش نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة الطب البديل عبد الله العطار. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش انزل اول على العلامه الحمراء اللي تحت ايدك الشمال، اضغط اشتراك ولايك وشير لمعرفه الغير. الفيديو اللي فات كنا بنرد على اسئله الناس اللي موجوده معانا. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر كل الناس اللي كانت موجوده معانا واللي مكمله معانا ان شاء الله عشان نوصل 100,000 مشترك. ان شاء الله بيكم ومعاكم هنستمر ان شاء الله ونوصل 100,000 واكتر، ومعاكم ان شاء الله هنوصل للمليون. ردينا على اسئله كتير جدا الفيديو اللي فات، النهارده ان شاء الله هنكمل رد على الاسئله لكل الناس اللي موجوده معانا، ويا رب ما ننساش اسئله مهمه او ما ننساش اسئله اي حد. اول سؤال موجود معانا من الاخت ايمان، بتقول بالتوفيق يا رب، بس ايه هي الاسباب المؤديه للجن العاشق؟ ممكن تعمل فيديو عن الاسباب دي؟ طبعا سؤال مهم جدا، حبيت ان انا ابدا بيه علشان نتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هو الجن العاشق بالذات عند البنات او عند المرأة خاصة. طبعا هو بيصاب بيه للرجل والمرأة، ولكن المرأة بتبقى اكتر عرضة للنوع ده. الجن العاشق ده من الاسباب اللي هي المؤدية ليه، اول حاجة طبعا الجلوس في الحمام لفترات طويلة جدا بدون اي داعي. بنلاقي مثلا بنات كتير جدا بتقعد في الحمام لفترات ممكن يعني تتعدى نص ساعة او ساعة، يفضلوا قاعدين في قلب الحمام. طبعا الموضوع ده مرفوض ومنهي عنه تماما، انت بتاخدي الشاور بتاعك، بتقضي حاجتك خلاص على كده، مش اكتر من كده في الحمام، ده مسكن الشياطين، لازم نراعي الموضوع ده كويس جدا. قاعدة الحمام على طول تتغطى والحمام يبقى مقفول ورانا. وفي حاجة مهمة كمان، اللبس بتاعنا، الملابس لازم ان احنا ناخدها من الحمام واحنا طالعين، ناخدها في ايدينا على طول، ما نسيبهاش موجودة داخل الحمام متعلقة باليوم والاتنين. كمان من الاسباب المشهورة جدا لمشكلة الجن العاشق ده، طبعا النظر في المرايات لفتره طويله جدا والتعجب بالجسم، يعني تلاقي مثلا المراه والبنت واقفه قدام المرايه فتره كبيره جدا، وترجع بعد كده تشتكي تقول وانا ببص في المرايه بشوف حد ورايا، وانا واقفه مركزه في المرايه بحس ان عيني دي مش عيني، ده حد تاني، وانا واقفه في المرايه بشوف حد غيري، يعني شخص غيري، ما بقاش شايف نفسي. في حاجات تانية بيقول لك ان انا ببص في المرايه ما بلاقيش نفسي. كل الحاجات دي طبعا بتحصل مع تطور الحالة المرضية، والحاجات دي مشهورة جدا في المشكلة دي بالذات اللي هو الجن العاشق. فاحنا علشان نحمي نفسنا من الموضوع ده، المراية دايما ما تبقاش مقابلة للسرير، تبقى دايما المراية دي متغطية بملاية او حجاب او اي حاجة تبقى سترها، لو ما فيش امكانية ان احنا ننقلها من قصاد السرير على طول. نحاول بقدر الامكان ان الواحد ما ينامش لوحده، او الواحدة ما تنامش لوحدها، يبقى معاها ابنها او اختها او بنتها او بنتها، او يعني تحاول ان هي بقدر الامكان ما تبقاش نايمه لوحدها، وما ينامش في مكان مظلم جدا. يعني ما الواحد يقول لك ما بيحبش انام غير ما النور يبقى طافي خالص. طبعا دي الحاجات من الحاجات اللي مش كويسه جدا طبعا في سبب الاصابه في الجن العاشق، اللي هو الواحد بينام في ظلمه عاتمه، يعني الواحد ينام يقول لك انا ما بحبش حتى ضوء يبقى يعني وصل للاوضه بتاعت ده. طبعا الحاجات دي كلها خاطئه، ويحاول ان هو يستتر وهو نايم، ما يبقاش نايم بملابس خفيفه جدا لحفاظا على نفسه من اعين الجن والشياطين. في الاخ كيكاوس بيقول يا اخي عندي محل تجاري انا وشريكي في الغرب الجزائري، وذات صباح وجدت كومه شعر مقصوص احمر في باب المحل ورميته لم اعيره اي اهتمام، والله الذي لا اله الا هو عملت 42 يوم بالتفصيل وأجهد متجري ولم أعمل يوما إلى يومنا هذا، المطلوب تفسير لهذا اللغز جزاكم الله خير الجزاء. طبعا إلى حد ما المعنى يعتبر واضح جدا، أدم لقيت حاجة غريبة زي كده، شعر طبعا مش مكانه، المفروض ما يبقاش فيه شعر موجود قصاد المحل بتاعك أو الحاجات الغريبة اللي أنت لقيتها دي وأنت رميتها. طبعا كان المفروض تقتدي بالآية واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المفروض كنت لقيت حاجة غريبة زي كده تسأل عليها وتحاول تعرف المغزى بتاعها إيه بالظبط، علشان إن شاء الله ما فيش حد يتصاب بحاجة زي كده. ولكن هو طبعا من بعد الموضوع ده قعد 42 يوم بالظبط بالتفصيل، والمحل بتاعه اتقفل من بعدها وما عرفش يشتغل ولا يوم من بعدها. طبعا ده أكبر دليل على إن فعلا كان في حاجة موجودة ومعمولة. بننصحه طبعا ان هو يذهب لاي راقي طبعا موثوق فيه، والمحل لازم يعيد فتحه تاني مره تانيه، ويبدا باستخدام الحبه السوداء
كهيئة بخور موجودة في المحل، ويبدأ بمسح المحل كله بالماء والملح. بالنسبة للبخور اللي بيتعمل بحبة البركة ده، بيبدأ يجيب فحمتين مشتعلين، وبعدين بيحط عليهم حبة البركة ويسيبه في المكان حتى يمتلئ بالدخان. حبة البركة مش أي بخور طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. وإن شاء الله بأمر الله ربنا يكرمك والدنيا ترجع زي ما هي. الموضوع سهل جدا، ولكن لازم أنت تاخد خطوة. أنت ما ذكرتش إن أنت خدت أي خطوة وذهبت لأي راقي علشان تحل المشكلة اللي كانت موجودة. السؤال التاني اللي معانا بعد كده، الاخ اندرويد بيقول: بعد اذنك، انا مصاب بسحر وزوجتي حامل، وبعد شهر ستضع وتلد طفلي صغير، وانا خائف وفي بعض من الوسوسة ان السحر موجود بيا وسينتقل الى طفلي الرضيع. تمام. هو بيقول ان في سحر ايا كان، وذهب لراقي او عرف ازاي؟ هو بيقول ان في سحر فعلا موجود، وهو خايف زوجته هتولد بعد شهر بالظبط، وخايف ان السحر ينتقل للطفل. طبعا ان شاء الله ده الموضوع ده مش موجود، والطفل ان شاء الله محمي بملائكة من السماء، ان شاء الله ما فيش حد يقرب له. ولكن لازم ناخد الاحتياطات ان انت تحاول تقرأ على زوجتك الرقية الشرعية انت بنفسك بنية التحصين، وتضع يدك على بطنها كده على المولود قبل ما يتلد طبعا، وتبدأ تقرأ ما تيسر لك من القرآن او الرقية. ده بفضل الله بيحمي الطفل ان شاء الله، وبيحمي الزوجة. ما فيش اي حاجة، وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله. والوسوسه والخوف حد ذاته بيدي الحاجه حجم اكبر من حجمها، فيا ريت عشان ما ندخلش في مشكله مرضيه ما نديش الموضوع اكبر من حجمه. مبروك مقدما طبعا على المولود اللي جاي لحضرتك يا استاذ اندروي. الاخت زكيه بتقول معانا: انا راني في 4 سنوات مطلقه، شابه وعاقله، وناس يبغوني بس ما كانش لي يجي حتى نهار، رقيت سبت روحي كارثه، وقالوا لي زيد ارقي. المفهوم من مغزى السؤال ان بتقول ان انا مطلقه من 4 سنين وكويسه جدا، وفيها الصفات اللي ممكن اي حد يتمناها، وبقالي 4 سنين ما فيش اي حد تقدم لي تاني. وطبعا هي بتقول انها بتمتاز بالجمال، ان هي جميله وبنت ناس وكويسه، ولكن بقالها 4 سنين وما فيش اي حد تقدم لها. وبتقول ان في ناس قالوا لها حاجه ان هي مصابه بسحر او حاجه زي كده. طبعا اهم حاجه لازم تقرا الرقى او تستمع اليها طبعا من اي شيخ من المشايخ. مش لازم تذهب لراقي دلوقتي، لان ما فيش اي اعراض ظهرت من كلامها، ان هي بس سمعت من حد ان بيقول لها ان في سحر معمول. فلازم تستمع للرقيه مثلا، تستمر عليها لفتره 7 ايام، وتبدا برضو تقرا على ميه وتشرب منها، ده بيفك اي اثر موجود داخل الجسم. تلتزم بالصلاه والاذكار، الوضوء ما بين كل صلاه وصلاه، وقراءه البقره على الاقل خالص كل اسبوع او كل 3 ايام مره. تلزم الاستغفار، ربنا بيقول في كتابه المجيد: وقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا. فمفاتيح الرزق ان شاء الله كلها تكمن في الاستغفار، فاكثري من الاستغفار وذكر الله. والسؤال معانا بعد كده للاخت اسيل. الاخت اسيل بتقول: والله عيني دمعت على الفيديو اللي هو استخراج الاسحار من المقابر اللي موجود معانا تحت في صندوق الوصف. بتقول: والله عيني دمعت، اختي تعاني من سحر مقابر، مسكينه، بالله عليكم دلوني كيف اخرجه وكيف العلاج والملاذ. فاحنا بنقول لها تواصلي معانا، الرقم موجود ان شاء الله على لمحه، حاولي تتواصلي معانا، واحنا ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب في فك كربها ان شاء الله، وما تخليهاش ان هي تشيل هم الموضوع. الموضوع ابسط مما تتخيلي، ومش شرط ان الموضوع ان احنا لازم نخرج من المقابر، الموضوع ممكن ينتهي في جلسه واحده ان شاء الله بامر الله. في حد برضه متكلم على فيديو تطهير المقابر اللي احنا قمنا بيه على مدار الـ4 جمع، موجود التفاصيل بتاعته كلها في الفيديوهات كلها تحت. الاستاذ كيمو بيقول: خطوه جريئه ومهمه من شباب ورجال المنصوريه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب، وشكرا لكل شاب من شباب المنصوريه او خارج المنصوريه شارك معانا في حمله تطهير المقابر اللي احنا كنا بنقودها، ومستمرين في الحمله بامر الله تعالى. ولسه في معانا اسئله كتير جدا، هنكمل سلسله الرد على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله، ورب ما يكونش نسينا حد، ومكملين ان شاء الله اللي ما ردناش عليه في الحلقه اللي فاتت والحلقه دي مكملين معاه ان شاء الله هرد عليه في الحلقات اللي جايه. وبنشكركم اولا واخيرا على وجودكم معانا، عشان وصلتونا للعدد المشتركين الكبير ده، ويا رب تبقوا معانا لحد ما نوصل لل 100,000 والمليون. بس طبعا ده مش هيحصل غير بيكم وانتم معانا ان شاء الله. قبل ما اسيبكم ما تنسوش انزلوا تحت
اضغط على كلمة اشتراك وشارك الفيديو واللايك وسيب لنا تعليق علشان نرد عليك فيه، ومشاركة الفيديو للأحباب والأصدقاء علشان نستمر إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.